السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي الأعزاء في فيديو جديد من دروس الكهرباء الصناعية والتحكم الآلي. في هذا الفيديو راح نقدم لكم طريقة تركيب ليزارموار إلكتريك دو ديماراج دي موتور دون سيلسونس دو روتاسيون. وكما عودناكم راح نفوتوا على عدة مراحل، وهي المرحلة الأولى ديسيني لو شيما دو سيت ديماراج. راح نفتحوا البرنامج اللي راح نديروا به لو سيميلاسيون. اختاروا الكتروتكنيك، هذا هو الاسباس اللي راح نرسموا فيه لو شيما. نروحوا للبيبليوتيك سين لا سورس، هي 3 فاز متر. نزيدو نروحو نختارو الرولي، هذا الكونتاكت تاع الرولي اللي هو 95 96. ومن بعد نروحو نختارو لو بوطون اري كلوز اللي هو بوطون بوسوار. ومن بعد نروحو نختارو بوطون مارش اللي رايحين نديماريو به لو موتور. ومن بعد نروحو نجيبو لا بوبين تاع الكونتاكتور A1 و لا سورتي A2. وفي النهاية راح نديرو المانتيان، نجيبو الكونتاكت تاع الكونتاكتور 13 14. وبهذه الطريقة نكون قد أنهينا لابارتي كوموند. نروح الآن لابارتي بويسونس، نجيبو سيكسيونير أبورت فيزيبل، ومن ورا سيكسيونير نروح نجيبو الديجونكتور، من ورا الديجونكتور نروح نجيبو لو كونتاكتور كيما راكم تشوفو، ومن ورا لو كونتاكتور نروح نجيبو الرولي اللي راح يبروتيجي لنا لو موتور تاعنا من السير شارج. وفي النهايه راح نجيبو لو موتور تاعنا ونتمو عمليه الكابلاج في البارفيل. بعد ما انهينا لابارتي بويسونس نروحو الان نديرو سيميلاسيون ونشوف ديماراج تاع الموتور تاعنا. نقفلو السيكسيونير ديجونكتور ونكليكيو هنايا في البوطون مارش، هنا نديرو ستوب، من نديرو مارش من نديرو لو ديماراج، ومن البوطون اري نديرو لو ستوب تاع الموتور. راح نلاحظو هنا المانتيان تسمى وحاكم وحاكم الكونتاكت باش ما يتوقفش الموتور. هذا هو الدور تاع المانتيان. لاحظوا مع بعضنا اخوتي لو روتاسيون دو موتور، نديرو ستوب هنا، وهنا نكون قد انهينا رسم الشيما. راح ننتقل الى المرحلة الثانية وهي لا ليست دي كومبوزون الكتريك. هي راح نحتاجو الى سيكسيونير بورت فيزيبل تري بولر، راح نحتاجو دي جونكتور تري بولر، دي جونكتور بي بولر، بروتيكتور دو تنسيون، دو بوطون بوسوار ان سي ان او، بوطو ديرجونس، كونتاكتور 220 فولت اكورو الترناتيف، رولي ترميك، لامب لومينو، لي فيل، لي بورني. بعد ما درنا قائمة المكونات الكهربائية راح نروحو الى المرحلة الثالثة وهي لابلونتاسيون دي كومبوزون. راح نحطو المكونات نتاعنا بالطريقة هذه لكي نحدد قياس طول وعرض الخزانة الكهربائية. بعد ما درنا البلونطاسيون وحضرنا لارموار تاعنا راح نروح الى المرحلة الرابعة وهي لو كابلاج. الكابلاج راح يكون بالطريقة هذه،
راح نجيبو لاليمونطاسيون 3 فاز للسيكسيونير، ومن بعد السيكسيونير راح نروحو للديجونكتر، ومن بعد الديجونكتر راح نروحو للبروتيكتر 3 فاز. راح نوصلو 220 للبارتي كوموند، نهزو فاز من الفازات الثلاثة ونوصلوه للديجونكتر دو بول. هنا نكون قد اتممنا لاليمونطاسيون للبارتي كوموند وللبارتي بويسانس. راح نجيبو الفاز للبورن 95 تاع الرولي ترميك، ونخرجو من البورن 96 ونروحو للبوطون ديرجونس، ونخرجو ونروحو للبوطون اري، ونخرجو من البوطون اري ونروحو الى البوطون مارش اللي راح نمشيو به المحرك، ومن بعد نخرجو ونروحو لللابوبين تاع الكونتاكتر، ونخرجو من اللابوبين ونروحو للنادر. نديرو الان المانتيا تاعنا، نجيبو من البورن 3 تاع البوطون مارش نحو البورن 13 تاع الكونتاكتر، ونخرجو من البوطون 14 تاع الكونتاكتر نروحو للبورن 4 تاع البوطون مارش. الان ننتقل الى البارتي بويسونس، راح نجيبو 3 فاز مرورا الى البورن 3 تاع الكونتاكتر، مرورا الى الرولي ديرميك، مرورا الى المحرك. والان نقوم بتوصيل جميع الاسلاك الى لي بورن، وهنا نكون قد انهينا عمليه الكابلاج هنا. الان نشوفوا مع بعضنا كيفيه لو ديماراج دي موتور من خلال رسم ثلاثي الابعاد. وفي النهاية نقول لكم انتظروني في المرة القادمة حول ديماراج دو سونس دو روتاسيون. ادعمونا بلايك والمشاركة لكي يصلكم كل جديد، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. سلام.